في ريزيدونس فيرمي بلي بارير ديالو بالعساسه ديالو وبالكاميرات ديالو. مع الدخله كتب لكم الفصاله ديال لابارتمون جات مفتوحه وعاد دوليكس. لابارتمون ديال اليوم كتباع بالفراش ماشي خاويه، وهادشي اللي تشوفوه في وسط الشقه راه غادي تديوه معكم، يعني ما تنقص منه حتى معلقه. عقلوا على الفراش اللي كاين هنا باش نهار اللي تشريوها تاخذوه معكم. هنايا مع الدخله كاين هاد الصالون اللي المساحه ديالو كبيره رائعه، اللي هما جنبوا انه يعملوا فراش تقليدي وعملوا فراش عصري. عاملين فيه هاد الكنابيز اللي هما عصريين في هاد اللون هذا، عملوا فيه طابل باس اللي جات حانيه يعني بكولور ابيض، وعاد في جنب ديال الحيط اخر عاملين البابي بان في الكري اللي جا مع اللون ديال الحيط اخر عاملينه في الكري. طبعا ما نساوش ان السقف عاملين البلافون ديال القبط اللي في الابيض، وترياجات خفيفه رائعه حلوه في وسط السقف ديالنا، جات مع التفريشه اللي هي جات كل شيء جا مواتي مع بعضياته. يعني حتى من الزربيه اختاروا انهم يعملوش ديك الزرابي الكبار اللي من القنت حتى للقنت اللي معروف بهم المغاربه، اختاروا انهم يعملوا زربيه ستيتو حلوه مع الصالون ديالنا، وعاد هنايا عملوا زربيه طويله. صراحه الفراش ملي كيكون خفيف بحال هيدا كتكون بهجه، وي فراش خفيف ما كاينش ما احسن منه، راه كيبين حتى المساحه ديال الشقه وكيبين كل حاجه في موضعها. يعني هنا ما كاينش الاصلاحات نهائيا، اجيب حويجاتك ودخل تسكن. بالنسبه للناس ديال الخارج او بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على شقه بثلاثه ديال لي شومبر، ها هي جاتكم الفرصه بين يديكم، وعاد ديكلاراسيون 100% تصريح 100% بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعملوا كريدي ويشيتها انا من الكره، ها هي الفرصه جاتكم. شقه من الحجم الكبير ثلاثه الغرف ديالها، كوزينه ايكيبي مجهزه باحسن ما يكون ومفرشه، ما عليك غير تجيب الماليطه ديالك ودخل تسكن فيها. بعد ما شفنا الصالون اللي جا اون فاس لهاد المساحه اللي وريت لكم فاتي مع الدخله، يمكن نتوما تستغلوها وتعملوا هنايا كونسولا مثلا، مثلا كاين بيستيتو صالا مونجي، سينو تخليوها خاويه هيدا وتحطوا فيها الديكوراسيون. خاصها تستغل ضروري، حنا معروف كنقولوا اي مساحه كاينه في الشقه راه خاصها تستغل، ولكن ماشي يعني تحط فيها الباكج الكبير اللي تحبس لك المساحه. يعني هنا يجي ديكور خفيف في الكلوار كيف ما شفتوا، هي كتوريكم فاتي هنا عاملين البلافون ديال القبط اللي عاملين فيه هاد لي سبوت خفافين 40 ستيتوين في ابيض، وعاد الكلوار كامل جاب نفس الكولور ديال الصالون حتى هو باللون كري اللي هو زاد بين المساحه ديال الشقه ديالنا اللي المساحه ديالها 103 متر. هنايا الطواليت كيف ما قلت لكم فاتي، هذه الطواليت الاولى اللي كاينه في الشقه، حيت كاينين جوج حماحم على ما رديت البال. هذه ماشي طواليت سيرفيس لان فيها الدوتشا، يعني كيف ما شفتوا راه مزلجه تاع السقف، وحتى هي فيها سقف فعمل فيه البلافون ديال القبص صاحبو، عامل فيه بومبيه خفيفه مزونه، وعاد الدوتشا المساحه ديالها كافيه للاستعمال. راه ديجا كيف ما قلنا الشقه فيها جوج ديال الحمامات، ماشي طواليت سيرفيس ولكن جوج الحمامات اللي فيهم الدوتشا ديالهم فيهم كل ما يلزم للشقه. هنا لا كويزين، هنا مع الدخله كنجبروا الكوزينه ديالنا اللي جات رائعه، عاملين فيها عاملين فيها الام دي اف، يعني كوزين ايكيب اللي عامل بحال الخشب هو الام دي اف، وعاد عاملين فيها يعني مجهزه باحسن ما يكون، كاين لاوط كاين داك اللعبات ديال الالومنيوم اللي كيبينوا في وسط، هيا توريها لكم فاتي يعني في البلاكر هذوك اللعبات ديال الالومنيوم. على ما شفت انها حتى لي ماتيريال هنايا كاينين، يعني غير غادي تشريها ما تجهزش شي كوزينه بحوايج اخرين. كنظن حتى لداخل كاين قشع ستيتوين كاين اللي غادي تحتاجو في الكوزينه ديالنا. وعاد بالنسبه للزلج عملوه خفيف مره، يعني بيض هي ما كاين ما احسن من لا سامبليسيتي، يعني كتعطي رونق وجماليه للشقه ديالنا وكتبين المساحه ديالها وكتبين دو لوكس. بعد ما شفنا الكوزينه، كوزينه طبعا ما فيها البالكون ديالها اللي كيطلل في وسط الريزيدونس، طبعا في وسط الريزيدونس ما كاينش داك المنظر ديال عماره في وسط العماره، حيت البالكون كيطلل على الجاردن اللي كاين في وسط الريزيدونس. يعني الا كانوا عندكم العواول ومثلا العواول ستيتوين ولا شي حاجه، راه كاين الجاردن فين يلعبوا العواول ديالنا، واللي بغى يشوف هذاك المنظر اللي كيطلل عليه الكوزينه ما عليه غير يعيطنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، وحنا غادي نجيبو حتى لابارتومون وغادي يشوفك كيفاش عامله من الداخل والاطلالات اللي كتطلل عليها. واهم حاجه اللي كاين في هذه الشقه هذه هو انها ما كاينش الفيزافي نهائيا، يعني الصالون ولي شومبر اللي عندنا كاملين كيطلوا على واحد الجهه اللي هي اسباس فيغ، غزاله ما شاء الله منظر جدا رائع، بعد ما ايتبنا فيه حتى حاجه. من الجهه اخرى ديال الكوزينه كطلع كيف ما قلنا في وسط الكومبلكس اللي كاين الجاردة
هاد لا شومبر هادي ديال العواون الاولى، يعني الاولى اللي كاينه في وسط لابارتمون، المساحه ديالها هانتوما شفتوها، هزه جوج ديال الكيمال مسيبارين ستيتوين، عاد الطاقه جات كبيره، لما لاحظت ان الطاقه كبيره ماشي دوك الطاقه ستيتوين اللي كاينو كيكونوا في لي شومبر، طاقه كبيره مسطريه في وسط الحيط اللي حتى هي كطل في وسط الريزيدونس اللي فيه جاردن. وما نساوش ان عاملين هنا الماريو، هاد الماريو ولاتو هي اللي عدلاتو، هذا ما جاش هنايا، ما جاش هنايا، هي اللي عدلته كامل بالمجوره ديالو بالرفوف اللي فيه كلشي اللي فيه، يعني ديجا بما فتحوه قيله نقدروا نفتحوا هذه الجهه، فتحوا هذه الجهه ما فيهاش الباجاج، يعني ها انتما كتشوفوا الرفوف هذه اللي هما غارقين يقدر يتعلقون فيهم الحوايج ديالكم، بطانيات هي ديجا الجهه اخرى عاملين فيها بطانيات، وعاد البيبان ديال ماريو كوليس، يعني ماشي البيبان اللي كيتفتحوا هذا اللي تقوا واخدين لكم مساحه وكيقطع لكم حتى الطريق. بعد ما شفنا النص ديال الشقه في الاول غادي نشوفوا الباقي ديال الشقه، طواليت ثانيه اللي كاينه في لابارتمون اللي هي المساحه ديالها كبيره على الطواليت الاولانيه، هنا في الدوتشا الطواليت الاولى فيها الدوتشا ولكن الطواليت الثانيه فيها البانيو، يعني بالنسبه للناس اللي كتقول لا كتعجبني الدوتشا ولا لا كتعجبني البانيو، هاد الشقه جمعات لكم بجوج، كاينين بجوج فيهم، يعني ما تختلفوش مع بعضياتكم، اللي بغى الدوتشا يمشي للدوتشا واللي بغى البانيو اللي بغى البانيو ها البانيو. حتى هاد الحمام من تقريبا نفس الفصاله ديال الدوتشا الاولى، حتى هو مزلج حتى السقف، السقف ديالو ديجا فيه البلافون في البياض، عاملين فيه لي سبوت، وحتى الارض مزلجه بهاد النوعيه ديال الزلج اللي هو راقي ودولوكس. هنايا كنشوفوا الغرفه الثانيه اللي هما عاملينها لا شومبر برينسيبال ديال لي بارون، عاملين فيها كاما ديال جوج الناس، وعاد فيها البالكون اللي كيطلل على ليسباس فيغ اللي كاين اون فاس هاد الكومبلكس هذا. المساحه ديالها كبيره، يعني انا جاتني هنا تقدر تكون غير لا شومبر برينسيبال ديال لي بارون، ياك ما كنظنش غادي تكون العواول حيت حنا ديما كناخذوا الغرفه الكبيره وكياخذوها الوالدين. حتى هي فيها الماريو في وسط الحيط، يعني ما واخد لكمش مساحه من بيت، عاملين فيها كامره كبيره ديال جوج الناس، كوكيتات ستيتوين، وهذا الفراش اللي كتشوفوها فتي تقرب لكم على الراس ديال الكاما وتوريكم النوعيه ديال الفراش اللي كاين هنا، حيت لابارتمون كتبع بالفراش ماشي خاويه، يعني بهادشي كامل اللي كتشوفوه، يعني هاد الكوكيتات غادي تديه معاكم، كوكيتات ديال الثوب، هاد الكامل اللي كاين هنايا تبقى فوسط هاد لابارتمون، هادي لابارتمون مجهزه فريمون باحسن ما يكون. مع دوره الكاميرا غادي تشوفوا بلي هاد الطابلو كاين في وسط الحيط، ولكن تقدروا نتوما مثلا تزولوا هاد الطابلو، يعني هو غيبقى بالحق، تقدروا نتوما مثلا كما قالت فاتي تزولوا الطابلو تعملوا التلفازه بلازما ديالكم هنايا، يعني الواحد يكون ناعس وكيتفرج في التلفازه. الا ما لاحظت هنا ان لابارتمون كامله دايره بالبلكونه، وي حتى انا لاحظتها، يعني لابارتمون جات مهويه مهويه لاقصى درجه، وعاد مشمسه وما فيهاش الغموله وما فيهاش البروده، وفيها جوج الواجهات حيت فيها جوج الواجهات، وجات عاليه وعاد ما كاينش نهائيا الفيزافي، وعاد كل شومبر كاين بالكون ديالو، حتى من الكوزينه فيها بالكون، والصالون عاد فيه طاقه كبيره اللي كتدخل لكم الشمس وكتدخل لكم الهواء. هنايا من بعد ما شفنا لا شومبر الثانيه ديال هاد لابارتمون هادي، وشفنا الفراش اللي غادي يمشي مع هاد لابارتمون هادي اللي فيها 103 متر، عماره فيها السنديك، كاميرا سيرفونس محروس. هنايا لا شومبر الثالثه اللي كاينه في وسط الشقه هادي، اللي حتى هي المساحه ديالها كبيره، ولكن هما ما بغاوش يستغلوها كشومبر كلشي، يعني بيت النعاس، استغلوها كبيت ديال الكلاس اللي غادي يقدروا يجلسوا فيه، عملوا فيه النوعيه ديال الكنابيس مخدات اللي كولور جو رائعين متناسقين، وعاد عاملين فيه هاد التلفازه ستيتو، ولكن هنا تقدروا مثلا تعملوا بلازما، ولكن هنايا لابارتمون كتباع بالفراش ديالها كيف ما كتشوفوه. بالنسبه للتغيير التغييرات انتما كتبقى عليكم على حسب الذوق ديال الشاري. اللي قلت لك هاد البالكون عاوتاني سمع هاد البيت هذا. هنايا كاينين كيف ما قلت لكم فاتيره هي اللي لاحظتها، يعني كل شومبر جات فيها البالكون ديالها، وعاد البالكون اللي جاو كبارين تقريبا من الحيط حتى للحيط، وعاد عاملين معدلينهم بالالومنيوم وكيطلعوا على منظر غزال في ديون، يعني انتما بغيتوا تشوفوه مباشره عيطوا لنا في الارقام اللي كاينين الفوق، وحنا غادي نجيبوكم تزوروا هاد لابارتمون هادي وشنو فيها مباشره وعلاش كطلل. وهكذا من بعد ما شفنا لابارتمون ديالنا فين كتواجد، كتواجد حدا مرجان طريق الرباط، يعني قريبه من جميع المرافق العموميه، كاينين تواكسيه كاينين
الكرومبيات، عاد كاين الباركين للناس بالنسبه للناس اللي يبغيو يشريو باركين فوسط ريزيدونس، سينون كاين الباركين حدا ريزيدونس تقدر تباركي فيه. العماره فيها سانديك، فيها الكاميرا سيرفيونس، فيها لاسانسور، وعاد فيها العساسه. طبعا ما نساوش انها فيها حتى الباركين. ما فيها ما كاينش نهائيا في الشقه ديالنا الفيزافي مساحه ديالها 103 متر، 3 بيوت، صالون، كوزينه، وعاد جوج حمام، ماشي تواليت سيرفيس وحمام، جوج حمام اللي فيهم دوتشا اولا الفانيو ديالو. وهيدا نكون قلنا جميع المعلومات، وغيبقى لكم غير الثمن اللي هو جد رائع، شحال 140 مليون سنتيم بهادشي كامل اللي شفتوه، يعني بالفرش اللي كاين في الصالون، بالكيمان اللي كاين في بيوت هاد النعاس، عاد بالتفريشه اللي كاينين في الدار كامل، وحتى بالكوزينه القشوع اللي كاينين في الكوزينه. مولات الدار ما تهز لكم حتى حاجه. عجبتكم هاد الشقه وبغيتو تشوفوها، ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، وحنا ان شاء الله غادي نجيبوكم تزوروها وتشوفوا الاطلاله الرائعه اللي كتطلل عليها الشقه. الا بغيتو تسقسيو على هاد العاقه ولا اي عاقه كتشوفوا في القناه افيتو طونجي، ما عليكم غير تعطيونا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه. نعاود ناكد الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه ضروري ما تقولوه لنا باش نحنا نعرفوا اين عقار كتقسيو عليه، ونعطيكم المعلومات الكامله على داك العقار هذاك والموقع ديالو. وهيدا نكون قلنا كلشي. بقى الدعوه. هنا دعوه. الدعوه اللي كتقولي لفاطمه الزهره دائما. اخوتي الله يسهل عليكم اجمعين، والله يعطيكم ما في نيتكم. نهاركم برك.